السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تستطيع من خلالها أخذ نسخة احتياطية لأدواتك وتيماتك التي قمت بتنزيلها من السيديا، لأنه ربما قد اضطررت أو قد ترغب في عمل ريستور أو فورمات أو سوفتوير لهاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود، وتخاف على هذه الأدوات والتيمات التي تعبت كثيرا لتنصيبها والحصول على المظهر الذي عليه هاتفك الآن، فتحتاج إلى تنصيبها مرة أخرى والبحث عن التيم الذي قمت بتنصيبه سابقا وكل الأدوات التي احتجت إليها في السابق، وربما تنسى بعض الأدوات التي كانت تعمل دورا مهما في جعل هاتفك يعني مناسب لك وترتاح لهذا الهاتف. ولكن يمكنك أخذ نسخة احتياطية بطريقة سهلة جدا، لا تحتاج إلى أي صعوبات من داخل السيديا نفسها. فعندما تقوم بعمل عملية ريستور ستأخذ نسخة احتياطية، يعني غالبا ما تأخذ نسخة احتياطية من الآيتونز، فتتعمل نسخة احتياطية من السيديا وبعد عملية فورمات تسترجعها بكل سهولة من السيديا نفسه. فلهذا لا تتعد كثيرا وابقوا معي بعد هذا الفصل الإعلاني القصير. إذا مشاهدي الكريم، أولا سننتقل إلى السيديا وتقوم بإضافة السورس الخاص بأداة السي واي داون التي سنقوم بعمل النسخة الاحتياطية من خلالها. إذا تنتقل إلى المصادر وتضغط على تحرير وإضافة وستضيف السورس الذي ستجده أسفل الفيديو، هذا هو السورس الخاص بالأداة، هذا هو السورس. بعد ذلك سننتقل إلى البحث وتقوم بتنزيل الأداة السي واي داون. إذن هذه هي تنزيلها بكل سهولة. بعد تنزيل الأداة ستنتقل إلى التغيير. طبعا هذه الأداة رائعة للغاية، تعمل على تنزيل الأدوات المدفوعة مجانا وتعمل على إعادة تشغيل السبرينج بورد عندما تقوم بتنزيل أداة جديدة، تلقائيا يوجد بها العديد من الخيارات وأيضا تقوم بعمل نسخة احتياطية. إذن بعد ذلك وبعد تنزيل الأداة ننتقل إلى التغييرات ونضغط هنا على هذا المجلد الذي في الأعلى على اليمين، كما ترى هنا خيارات أداة السي واي داون هنا في الأعلى تظهر لنا خيار إدارة النسخ الاحتياطي، كما ترى هنا لدي نسخ احتياطي قمت بعمله مسبقا ويظهر لي استعادة نسخته الاحتياطية. فكل ما عليك فعله عند الدخول أول مرة فقط هو إنشاء نسخة احتياطية الآن، ويتم إنشاء النسخة الاحتياطية بنجاح. كما ترى هنا في النسخة الاحتياطية السابقة يوجد 190 باكيج، يعني 159 مكونة من أدوات وملفات نظام وغير ذلك يعني من الباكيج، وهنا في النسخة التي قمت عملها الآن في هذه الحلقة 161 الآن تم إنشاء النسخة الاحتياطية، فقط ترجع وتقوم بعمل فورمات لجهازك وكل شيء، وبعد ذلك ويعني وبعد عمل الفورمات تقوم بتنزيل السيديا وتنزيل أيضا هذه الأداة، وستجد هنا النسخة الاحتياطية. ستسأل كيف يمكنني يعني أن أجد نسخة الاحتياطية وأن قمت بعمل فورمات لجهازي؟ فيعني عندما تقوم بإدخال حسابك في الآي كلاود ويعني استعادة نسخة الاحتياطية من الآيتونز وغير ذلك من الإعدادات، ستلاحظ أنه أيضا السورسات التي قمت بتثبيتها سابقا ستجدها مضافة، أيضا السي واي داون والنسخة الاحتياطية ستجدها في الأداة. تدخل فقط إلى التغييرات كما قلت لكم، وبعد ذلك إلى المجلد وإدارة النسخ الاحتياطي، وتضغط هنا على النسخة وتختار استعادة هذه النسخة الاحتياطية، يمكنك كذلك حذفها. هنا تظهر لك قائمة الأدوات التي تتواجد بها وغير ذلك من الملفات التي ستحتاجها فقط بهذه الطريقة الرائعة. إذن كما رأيتم مشاهدي الكرام طريقة سهلة للغاية، لا تحتاج إلى أي شيء، فقط إلى أداة السي واي داون وبعد ذلك أخذ النسخة واسترجاعها. رجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على الزر لايك أسفل الفيديو، لا تنسى كذلك الضغط على الزر سبسكرايب يظهر الآن أسفل الفيديو على يميني، قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو، لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة th3vw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.